بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات امتحان الإنجليزي للشعبة الأدبية، وهنشوف الامتحان إذا كان صعب أو سهل أو زي علمي أو أصعب أو أسهل، لأن لسه الورق اللجنة خالصة، عشان بعد اللجنة هنبدأ نحل إن شاء الله، يعني دلوقتي لان اللجنه انتهت كده خلاص. فبيقول لي هي واز اووردد، هي الصفحه الاولى بس اللي بايظه، باقي الصفحات حلوه شويه. هو منح because of his scientific research he is كذا. طبعا بيقول ان الراجل ده تم منحه، منحوه جايزه او منحوه حاجه علميه بسبب البحث العلمي اللي عمله. يبقى هو ايه بقى؟ association ولا هو responsible ولا flexible ولا distinctive؟ طبعا المعاني هنا مش مظبوطة، دي مؤسسة او رابطة، دي مسؤول، دي مرن، دي بقى مميز او ليه تمييز او ليه اثر. يبقى اكيد هتبقى هي الاجابة، يعني الاجابة هتبقى الاخير. الجملة التانية having، طبعا احنا عارفين القاعدة ان having في الوحدة بتاعت المضارع التام، الماضي التام سوري، بيجي بعد منها تصريف تلاتة على طول، فالمفروض انت هتاخد arrested حسب القاعدة. يعني الجملة الاولى كانت كلمات، فكان معنى الجملة هو اللي بيحتم عليا اختار، وكان معناها ايه وضحت الاولى. التانية having عايزه تصريف تالت زي ما قلنا، ف having arrested يعني تم القبض عليه. he was sent to prison، ارسل الى السجن. طبعا هنا بقى انا لازم تبقى الجمله مبنيه للمجهول عشان المعنى يستقيم، فعشان كده هتبقى being arrested يعني بمجرد ما تم القبض عليه ارسل الى السجن. if he not his money well he would have a fortune، الراجل ده لو استثمر فلوسه كويس كان بقى عنده ثروه دلوقتي. طيب حالة اف، طبعا الحالة التانية انا عندي would وعندي المصدر، اصل انت عندك الحالة التالتة would have وتصريف تالت، فهنا التصريف التالت غائب الى حد ما، شكلها تريك يعني ايه شوية، بس هي مش تريك ولا حاجة، سهلة. would والمصدر، يبقى دي حالة تانية. الحالة التانية بتتكون من ايه؟ ان يكون عندي ماضي هنا ويكون عندي would والمصدر، فعشان كده هناخد صيغة الماضي اللي هي invested، استثمر. الجملة الرابعة بيقول لي ايه؟ my name is حمزة، اسمي حمزة، and نقط is my sister علا، ودي اختي علا. طبعا this و that و this و those، طبعا علا مفرد صح كده، و sister مفرد. المفرد ده هيطلع لي this وهيطلع لي those عشان دول بتوع الجمع. طب هناخد this ولا that؟ الموضوع في غاية السهولة هناخد this، لان الراجل اتكلم عن نفسه، انا كذا واختي هي جنبية مش بعيد عنه، فعشان كده this هذا للقريب، والكلام ده تقريبا على ابتدائي، يعني حاجة ايه سهلة وواضحة. الجملة رقم خمسة بيقول لي this cake was نقط، الكيك ده كان كذا. I'll have another one، عايز واحدة كمان، فعاوز يقول الكيكة دي كان طعمها جميل قوي يعني، لدرجة ان انا هاخد واحدة تاني. such nice that، القاعدة غلط، لان such ما بتاخدش صفة بعدها بس، تاخد اسم وصفة. such a nice that برضو جاب صفة واحدة بعد such، يبقى مش هتنفع برضو. طيب so nice that الى حد ما تنفع. enough ما بتاخدش صفة بعدها، لان enough بتاخد الاسم بعدها، يبقى اذا هي الاجابة هتبقى ايه؟ هتبقى C هي الاجابة الصحيحة، so nice that، يعني لدرجة انه هياخد واحدة تاني. رقم ستة is a professional work you spend your life in. احنا قلنا دايما الوظائف اللي هم جوب وكارير مهنة الحياة وكل دول، قلنا احنا لما بنشوف كلمة لايف اللي هي الحياة على طول بنجري على كارير اللي هي اصلا معناها مهنة حياة، فهتبقى هي الاجابة، هي الحاجة اللي انت بتقضي حياتك كلها فيها، يبقى هي دي ايه؟ المهنتك بتاعت الحياة. الجريت وول اوف تشاينا، سور الصين العظيم، مقداره طبعا 46 كيلومتر، ان ايه بقى؟ طبعا هو عايز يقول في الطول الارتفاع بتاعه، فطبعا المفروض انا لونج اللي هي الطول. قال لي بس لما اجيب لك ان هنا يبقى دي هتخش على الاسم، يبقى اللينس في الطول او الارتفاع. طيب ما خدناش لونج ليه؟ قلنا لونج ما بتاخدش اصلا ان قبلها ولا بتاخد حروف جر، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لي ميت نقط animals are called carnivores، تمام. هنا اللحمة عايز يقول لي بقى اللي ايه بتاكلها الحيوانات، فعاوز يقول لي ميت which is eating animals، فعايز يقول يعني ايه اللي بتاكلها. فاحنا في الحالة دي بناخد يا اما ضمير الوصل وبعدين verb to be وبعدين الاي ان جي،
فبما ان دول مش موجوده يبقى انت هتاخد الاي ان جي بس دليل على الثلاثه. تمام. الجمله رقم 9 بيقول لي ازير، هل يوجد جامعه في هذه المدينه؟ فطبعا اليونيفرسيتي المفروض بتاخد ان لانها بادئه بمتحرك، بس قلنا دي من الحالات الشاذه زي اللي جت في علمي بالظبط، فعشان كده هتاخد ايه؟ ا. ون اوف ذا، واحده من عيوب الانترنت ان هو ايه بقى، بيعمل ايه للتايم، الوقت. عيوب الانترنت بيوفر الوقت ولا بيهدر ولا بيفقد ولا بيفقد برضو؟ طبعا ويست اللي هي يهدر، يهدر الوقت. السياسة بتاعت الحكومة هي انك انت نقط الريليشن، انك بتعمل ايه العلاقة بين مصر والدول التانية، يبقى انك بتعمل ايه، بتعمق العلاقة يعني بتعمقها ولا عمق ولا عميق ولا الماضي منها. طبعا احنا عايزين الفعل، طالما انت عندك هنا تو اللي هي عايزة المصدر بعدها، اهي تو عايزة المصدر بعدها، يبقى هنا الصفة بنضيف لها ايه ان عشان نحولها المصدر او نحولها الفعل، يبقى هتبقى ديب، يعمق. بعدين while I am working، بينما انا اعمل، I need a lot of concentration، محتاج تركيز كتير قوي. عايز هو بقى عكس كلمة concentration، طبعا concentration اللي هي تركيز، عكسها ايه بقى؟ يعني هنا في كلمة antonym اللي هو المضاد، فعكس التركيز هو التشتت، والتشتت اسمه ايه؟ distraction. distraction هو الايه؟ التشتت. الجملة اللي بعد كده اللي هي رقم 13 بيقول لي the new project، المشروع الجديد، نقط by the end of the year، مع نهاية السنة، is open، طبعا كده كده المشروع مش هيفتح، المشروع هيفتتح، يعني مبنيه للمجهول. فالصيغه دي مبنيه للمجهول، ودي مبنيه للمجهول، ودي كلهم مبنيين للمجهول. طيب اول واحده is دي مضارع، مش هتنفع المضارع، لان لما بيقول لي بحلول نهايه السنه يبقى ده ايه؟ يبقى ده مستقبل. has been opened مضارع تام، هيمشي عليه اللي ماشي على المضارع البسيط ومش هينفع. will be opened، سوف يفتتح في نهايه العام. و will have been opened، سوف يفتتح. هما دول الصيغتين المستقبل، يعني نقدر نقول ان دي تمشي ودي تمشي، لكن وجود كلمة by دليل على زمن المضى المستقبل التام المستمر، يبقى الإجابة هتبقى الأخيرة will have been opened. خلاص. طيب it took me، لا it took استغرق مني ساعتين to not to the school yesterday، خد منه ساعتين علشان يوصل المدرسة. طيب ريتش ما بتاخدش حرف جر، يعني انت عندك حرف جر هنا تو، ريتش ما بتاخدش، يبقى ريتش مش هتنفع. طيب arrive بتاخد at و in، يبقى برضو مش هتنفع. get بتاخد تو بعدها، وليف ما بتاخدش، يبقى اذا الاجابة get. خلاص. طيب in some countries، في بعض الدول، there is a gap، يوجد فجوة، between the rich and the اكيد مثلا بور، بين الاغنياء والفقراء. كلمة جاب اللي هي ثغرة او فجوة تعني space difference، فراغ يعني مختلف، ولا big يعني اختلاف، space فارغ مفرغ، ولا اختلاف كبير، ولا حاجة مفقودة، ولا فترة من الوقت. طبعا اختلاف كبير بين الفقراء والاغنياء، هو بيقول لي في فجوة، في ثغرة هنا، في حاجة كبيرة بينهم، يبقى هناخد ايه؟ اختلاف كبير. It's essential، ضروري، to help people، انك تساعد الناس، during crises، اثناء الازمات. As it said، المشكلة بقى ان بقى الجزء مش باين اللي هنا، يعني عشان اعرف احل الامتحان كله بصوا الصفحة خلصت لحد هنا كده او خلصت اهي، شايفين؟ فبحاول على ايه بقدر الامكان. من الضروري انك انت تساعد الناس اثناء الازمات. As it is said نقط ان دي الحكمة كانوا بيقولوها لنا في الاعدادي، اللي هي الصديق وقت الضيق. فاكيد هنا في كلمة the friend in need is the friend indeed، يبقى the friend in need، يبقى ناخد كلمة need هنا اللي هي ايه؟ الصديق يعرف وقت الشدة او وقت الحاجة. رقم 17 I am busy، أنا مشغول، said the sea، البحر قال كده. الجملة دي تعتبر تشخيص ونوع من برضو نفس الكلام، بقى التصوير مش باين قوي يعني زي ما انتم شايفين اهو.
ونعمل ال بي سنت انتو اكذا، عاوز يقول لي هي دي ايه. طبعا هي دي كانت جزء من قصيده تقريبا، كانت اللهم صل على سيدنا محمد على اولى ثانوي او حاجه زي كده، اللي هو القصيده بتاعت البحر اللي هو بيقول لك انا مشغول، البحر كان بيقول كده مش عارف، انا فاكر حاجه زي كده كانت قصيده. فهو بيقول لي ده خطاب ولا رساله، ولا طبعا هنختار كلمه ايه، بوم، اللي هي هتبقى دي قصيده يعني او جزء من قصيده. تمام، طيب يبقى هناخد بوم هنا. 18 which of the following sentence is correctly، عاوز هو هنا بيتكلم على ان عايزها written، مكتوبه بشكل صحيح يعني. فاينالي لازم تاخد الكوما بعدها وهي فعلا موجوده. طيب the problem was solving، the problem was solving، متهيألي غلط جرامر، دي غلط جرامر لان كنا عايزين was solved بالتصريف الثالث. طيب finally the problem was being solved، the problem was، المشكلة كانت تحل. طيب was solved ولا had solved؟ الأخيرة غلط برضو عشان هي صيغة مبني المجهول مش هتنفع. كده عندي صيغتين صح مبني المجهول، ماضي مستمر وماضي بسيط. الماضي المستمر ما ينفعش مع ان المشكله كانت بتتحل، احنا عايزين نقول المشكله اتحلت وخلصت. تمام، يبقى عشان كده هناخد ايه، الماضي البسيط وهي سي اللي هي finally the problem was solved. تمام، طيب بعدين let's go to the club، يلا نروح النادي. الجمله دي نوع من النقط يعني، عايز دي عرض ولا اقتراح ولا امر؟ طبعا ليتس على طول بتبقى سجشن، مش محتاجه ايه تفكير، بتبقى اقتراح على طول. بعدين introduction of the essay is included، دي مش باينه خالص، دي مش باينه باقيها خالص. طب ثواني اشوفها في صفحه دي. جبناها في نموذج تاني، بيقول لي ان المقدمه بتاعت المقال بتشمل ايه في الباراجراف؟ طبعا تشمل الجزء الاول، يعني هناخد كلمة first بتشمل الجزء الأول. تمام، فعشان كده هناخد ايه، هناخد first. رقم 21 dragon flies might reduce the number of flies in a given area because dragon flies will not. dragon flies اللي هو يعني زي مثلا كلمة dragon يعني تنين، هنا عاوز يقول له الدبان الكبير شوية ممكن يقلل عدد الناموس الصغير الموجود في المكان، ان هو هيعمل له ايه؟ هيعملوا مع بعض على الناموس ولا هيقتل الناموس ولا لا يمكن ان يقتل بواسطة السموم او السبراي ولا هيهجم على الباتس الخفافيش؟ طبعا هو كده طالما يبقى هيقتل مين؟ الموسكيتوز، الناموس. which of the following best summarize the information in paragraph 2. دي طبعا هنا بقى بيقول لي اي من الايه، اي من الجمل الاتيه ينفع تلخص الباراجراف الثاني. اول جمله هنا بيقول لي ان السموم البويسنز اند سبرايز بروفايد، طبعا دي القطعه. تمام، وده الباراجراف 2 اللي هو بيتكلم عنه، اللي بيقول عايز جمله تلخص له الباراجراف اللي هو التاني ده. تمام، فطبعا هنا بيقول للعلماء، بداوا انه العلماء بيحاولوا working يعملونا بطريقه امنه وبطريقه افضل علشان يقتلوا الناموس، but so far there is no sure way، مفيش طريقه عشان تحمي نفسك من الناموس، يعني العلماء ما وصلوش لما نيجي نختار الاجابه المناسبه في الاسئله اللي كانت معانا دي، لا دي ايوه، يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول ان there is no perfect solution to the mosquito problem، ان مفيش حل نهائي او كامل لموضوع الناموس، لان قلنا العلماء مش لاقيين طريقه او مش متاكدين من طريقه معينه. تمام؟ طيب which of the following is not correct؟ يعني اي من الاتي ليس صحيحا حسب نطاق القطع برضه، يعني انت لازم تكون قاري القطعه علشان تعرف ايه، علشان تعرف تحلها كلها. فبيقول لي ان ذكور الناموس ليست ضارة للبشر، وإناث الناموس مسؤولة عن بث الأمراض للبشر. إناث الناموس والذكور لديهم عادات تناول طعام مختلفة، ذكور الناموس مسؤولة عن بث الأمراض. فطبعا من خلال قراءتك للقطعة هنلاقي إن ذكور الإناث هم اللي مسؤولين عن بث الامراض للبشر، يبقى هناخد الاجابه الاخيره.
تمام اللي هي دي، لان حسب ايه؟ حسب القطعه. هنا بقى بيقول لك الكلمه اللي تحتها خط، كلمه ملو nearly means معناها ايه؟ طبعا دي ممكن ما تكونش موجوده في القطع ومهما تدور عليها مش هتلاقيها، تمام، ولكن هي معناها insignificant. طب ليه بقى هناخد الاجابه دي؟ قال لي اصل دي معناها ايه؟ حاجه ثانويه، حاجه خفيفه، قاصر، تافه كده يعني. فطبعا دي مميت ودي محبط ودي خطير، فطبعا هي دي اللي هتدي نفس المعنى لوجود ان فيها. الجمله اللي بعد كده بيقول لي ايا من الكلمات التي تصف شعور او الاتجاه الشامل للراجل المؤلف للقطعه دي تجاه حل مشكله الناموس. طبعا يا ترى هو كان متضايق ومتحير، ولا مرتبك وشاكك، ولا متفائل وطموح، ولا محبط ومتشائم؟ طبعا هو الاولى والاخيره هما اللي قريبين من المعنى، تمام. لما نيجي نبص للقطعه هي ايه، مع ان صورتها مش واضحه قوي هنا، بس الراجل بيقول ان هو مش عارف يشتغل هنا. بيقول لي مثلا but it doesn't always work very well، يعني الحاجه دي مش شغاله معاها كويس، يعني مش لاقي حل. فاللي مش لاقي حل ده مش متضايق ومتحير بس، اقوى منها اللي هي الاخيره اللي هو متشائم، اللي هي بيستمستيك دي، متشائم ومحبط لانه مش لاقي ايه، مش لاقي حلول. فاحنا ناخدها ايه، افضل من الاولى، تمام. القطعه اساسا عن ايه بقى؟ عن التايجرز اند شاركس، النمورة واسماك القرش، الهارمليس موسكيتوز، الناموس الضار، ولا الديدلي ديسيز، الامراض المميتة، ولا عن الاخر حاجة دراجونز انيمالز، الحيوانات الخطيرة. طبعا الكلام واضح ان هي بتتكلم عن، لما نيجي للقطعة نلاقيه بدأها بأسماك القرش والنمورة، ولكن بيقول إن هما dangerous animal، حيوانات خطيرة. طيب من وجهة نظرنا الطبيعي إن الناموس ده mosquitoes، يعتبر insects، حشرات مثلا، ولكن هو هنا اعتبرها حيوانات. فبيقول لي فمن المعتقد إن الموست dangerous animal، إن أخطر الحيوانات هي الحيوانات الصغيرة أصغرها. وبيقول لي إن أشيع نوع الناس كل سنة بتعاني منه وتخاف منه هو ايه بقى؟ هو اللي انت يو هاف بروبابلي كيلد، انت ممكن تقتله بنفسك مرات كتيره، ذا موسكيتوز اللي هو الناموس. فعشان كده احنا هنختار الدينجرس انيمال على اساس ان هو هنا قصده ايه؟ قصده ان اعتبرها دينجرس انيمال، فهناخد دينجرس انيمالز دي. خلاص؟ طيب هنا بقى بيقول لي طبقا طبقا للقطعه، اف يو جيت سيك، لو انت جالك والعياذ بالله الملاريا او الحمى الصفراء، الفرص بتاعت النجاة، يعني انت هتخف، يعني فرصك للنجاة هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى محتملة ولا فظيعة ولا مستحيلة ولا ممتازة؟ بس خد بالك هو ذكر مرضين، والمرضين دول موجودين يبقى هتبقى ايه؟ بروباب، لان هما لقوا علاج ليهم، يبقى محتملة، تمام. طبقا للقطع برضو للمؤلف المرة دي، بعض الناس خايفين من النمورة واسماك القرش اكتر من الناموس، لان التايجرز واسماك القرش بيقتلوا ناس اكتر من الناموس، ولا ار فاوند، ولا موجودين في جميع انحاء العالم، ولا هم اكبر واقوى، ولا ان هم مش معاديين، هاف نو ناتشرال انيمالز، ما عندهمش معاداه للحاجات الطبيعيه، او اللي عايز يقول للناس عموما. فطبعا الطبيعي ان القرش والنموره بيج اند باورفول، الناس بتخاف منهم عشان حجمهم الكبير وقوتهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الكلمه اللي تحتها خط هايست دي في التكست معناها ايه؟ يكتشف ولا يستبعد ولا يطفو ولا يرفع؟ طبعا هي معناها يرفع او قالت رفع، عشان كده تبقى الاجابه ايه؟ ليفت، علشان تنقذ الناس من دروينج، من الغرق. هتبقى الحاجه دي بدلي النيد، يعني حاجه محتاج لها بشكل قوي جدا. يا ترى بقى اللايف جاكيتس اللي هي جواكت الحياه اللي هي الصفراء اللي بنشوفها دي بيلبسوها في وهم ماشيين في البحر، ولا البوصله، ولا الكانو اللي هو الزورق، ولا البادل المجداف اللي بيجدفوا بيه يعني. طبعا اللايف جاكيت هي اقوى حاجه ان هي تحفظك، لان انت حتى لو ما بتعرفش تعوم دي هترفعك فوق الميه. طيب النريتور الراوي كانت جو كامبينج، مش هيقدر يروح المعسكر،
because he علشان هو ايه بقى had exams at school عنده امتحانات في المدرسه ولا كان بيحلم ولا هو بيكره المعسكر عموما ولا بيستمتع بمدرسته جدا. طبعا هو مش عاوز يروح الكامبينج علشان هو بيكرهه، بيكره الكامبينج. تمام. بعدين هنا بقى الترجمه بيقول لي reading قراءه الادب تشكل او تشكل عقولنا وتعلمنا قضايا عن تغيرات المجتمع. الاولى قراءه الادب تشكل عقولنا وتعلمنا قضايا حول تغيير المجتمع. تنفع تشكل عقولنا الادب؟ لا دي لا مش هتنفع. الثانيه لازم ابدا بايه؟ قراءه الادب او ان قراءه الادب. تغيير المجتمع يعتمد على قراءه الادب برضو لا مش هتنفع. الادب يشكل قراءه زي دي مش يشكل قراءه لا طبعا ما ينفعش زي الاولى. يبقى اذا الثلاثه دول انا معلش انا كنت شغال هنا وانتم مش شايفين، فقلنا دي مش هتنفع علشان كده ودي مش هتنفع ودي مش هتنفع. هتبقى اللي هي بدا بكلمه قراءه هي الاصح وهي الايه اخر شويه. الصوره مش واضحه شويه اللي هي بتاعه تقل مساحه الارض الزراعيه في العالم نتيجه للتصحر، فالانجليزي مش باين. يعني انا دي بدايه الصوره معايا هنا اهو، الانجليزي مش باين. امال ادور في النماذج على الترجمه مش لاقيها، فهسيب دي معلش. ما انا مش ممكن كده كده هشوف اكيد اكيد اسئله هتنزل تاني واضحه هحلها لكم في الرابط اللي تحت الفيديو. علشان ايه؟ علشان هي مش باينه معايا هنا. نيجي للترجمه العربي بقى. بيقول لي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هما اسرع نظام اتصال في تاريخ البشرية. طيب الانترنت والسوشال نتوركينج سايتس لحد كده تمام ار ذا فاستست جروينج، ايوه هي اسرع اتصال متنامي سيستم في الهيومن هيستوري. هي دي حلوه. الانترنت والسوشال نتوركينج سايتس نفس الجملة ار ذا فاستست جروينج كوميونيكيشن كوميونيكيشن هنا وكوميونيكيشن هنا سيستم ان ذا هيومن هيستوري. الغلطة هتبقى هنا لان هيومن دي ليها معنى تاني غير الهيومن، فعشان كده مش هتنفع التانية. الانترنت ار سوشابل، الغلطة في اجتماعي دي مش هتنفع. الانترنت اند سوشابل، سوشابل لا مش هتنفع برضه. يبقى التلاتة دول غلط. يبقى هي اكيد الايه؟ اكيد الاولى علشان هي الاكثر ايه صحة برضه، هتبقى الاولى في الانجليزي برضه. اخر جملة لقد تم تغير او تغيير المفهوم او مفهوم التعليم من الحفظ والتلقين الى التفكير الناقد والابداع. The understanding education طبعا لا دي غلط خالص عشان مفيش لقد تم هنا. طيب الـ learning التعلم has become changed اصبح متغيرا. ايوه هنا لقد تم تغيير التعليم فعلا، بس instead بدلا من of saving بدلا من الحفظ and for creatives لا مش هي برضو مش هتنفع. التالتة هي مش باينة أوي برضه. التيتشنج بدأت بالتيتشنج مش هتنفع. أنا عايز كلمة مفهوم، أنا عايز كلمة مفهوم دي ما لقيتهاش هنا في التلاتة. فكلمة الرابعة فيها اللي هي ذا كونسبت، بس لسه هنشوفها برضه. ذا كونسبت المفهوم بتاع التعليم أيوه هي خلاص من غير ما أكمل كده وضحت الأمور، لأن بيقول له هو مفهوم التعليم اتغير من الحفظ لا على هي تمام الأخيرة. يبقى هي الأخيرة. ودي كانت كل امتحان وعذرا عن أي سهو أو أخطاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.